ثلاث أشكرهم وقد وجدنا وجوههم وأعينهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات شعب البلد في كلمة فليتفضل إلى النقاء تدعو إلى دمع إلى شم لا نتضرع إليك يا الله أن تجزي عائلة هو قتل خطأ عن طريق سيارة السيد ما يعرفوش أصلا يعني هو حد في الطريق العام نحن سعينا في هذا الصلح ومن أعرافنا ومن الحوايج اللي نعتز بها أننا نلم الشمل ونجمع الناس وتبقى العدالة القضية قضية أخرى قضية يأخذ مجراها القانون منطق العرف السائد في المنطقة بمنطق شرع ربي سبحانه أن عفونا على أهل الجاني لأنه هذا قتل خطأ هذا عرف سارت عليه ولاية تبسة وولاية الشرق ككل طبعا سرى العرف في ولاية تبسة وبعض الولايات المجاورة لها في هذه العملية لرأب الصدع وطرد الشيطان بعيدا وعدم وقوع التحريش لأنه ربما القتل خطأ هذا يؤدي بلا ما ندخلوا في أمر العدالة العدالة تأخذ مجراها نحن نطبق الجنب الشرعي نسعى أن نصالح بين الناس أن يتسامح الناس أن يعفو الناس في الدائرة الكبيرة للعائلتين أو القبيلتين أو الأسرتين نواسي عائلة المرحوم إن شاء الله سوف نقف بجانبهم إن شاء الله خاصة وهي أسرة ضعيفة نوعا ما شوي نصحنا أهل المتسبب بأنه لازم يقوم ويسيهم في المحطات في العدالة من محامين في تسديد أمورهم وكذا نحن كمجلس شعب بلدي كذلك سوف نبادر على الأقل بتشغيل أحد الأبناء الذين يؤولون هذه الأسرة خاصة وعلمنا أن هذا الميت كان هو القائم على هذه شؤون هذه الأسرة